السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن السيربيلم من ناحيه الهيستولوجي. هنبدا كده بصوره تبع الهيستولوجي عشان نعرف الاوتلاين بتاع السيربيلم ده عامل ازاي. السيربيلم حاجه شبه السيربرال قوي، فيها برضه مكونه من 2 هيمسفيرز، ومن بره زي ما كان عندي سلكاي وجيراي في السيربرال كورتكس، هنا هيبقى عندي فيشرز وفوليوم في السيربيلم. طيب السيربيلم مكون برضه من جراي ماتر ومن وايت ماتر. الجراي ماتر بيبقى موجود من بره والوايت ماتر موجود من جوه، يعني زي السيربيلم. طيب ملاحظين ان الالوان هنا مميزه قوي، وفي حاجات فاتحه وفي حاجات غامقه. طيب ايه الكلام ده؟ عندي دي فوليوم مثلا، عندي في جزء فاتح من بره، الجزء ده فيه فايبرز، دي اول لاير وبسميها الموليكولر لاير، بيبقى مليانه فايبرز عشان كده بتبان لي فاتحه. اللاير اللي وراها مليانة نيوكلياي أو سيل بوديز كتير، فعشان كده بتبان لي غامقة، دي بسميها جرانيولر لاير. وعندي الحتة الفاتحة التالتة دي عبارة عن الوايت ماتر، يبقى الحتة الفاتحة اللي من بره والغامقة دول عبارة عن الجراي ماتر، والحتة الفاتحة اللي جوه دي عبارة عن الوايت ماتر. عندي كمان شوية نيوكلياي أو جراي ماتر بتبقى موجودة جوه الوايت ماتر، ودول بسميهم الديب سيريبيلر نيوكلياي. لو جينا نتكلم عن اللايرز بتاعت السيريبيلر كورتكس هتبقى عبارة عن ايه؟ عندي 3 لايرز، موليكولر، جانجليونيك، وجرانيولر. نبدأ بأول لاير اللي هي الموليكولر لاير، دي بتبقى أول لاير بتقابلني من فوق، هي الماس سوبرفيشال زي ما انتوا شفناها في الصورة اللي فاتت بتاعت سكشن كارستولوجي، ومليان زي ما قلنا فايبرز وفيها عدد أقل من السيلز. طيب بالنسبة للسيلز اللي هتبقى موجودة جوه عبارة عن ايه؟ عندي 3 أنواع من السيلز. عندي حاجة small stellate association neuron، دي small دول موجودين هنا على الرسمة small stellate cells. عندي الحاجة التانية، عندي حاجة اسمها basket cells، دي برضو cells موجودة في superficial layer، بيبقى ليها short dendrites و long axons. ال axons بتاعتها بتروح وبتلف حوالين ال Purkinje cell، دي الخلايا لسه هنتكلم عليها في layer اللي جاية. ادي هي دي ال basket cells، المفروض ان الاكزن بتاعها بيمشي ودي البركنجي يلف حوالين البركنجي ويغلبها. الخلايا الثالثة الموجودة عندنا اللي هي النيوروغلايا سيلز، اللي احنا عارفين ان هي بتسبورت النيرف سيلز. طيب امال ايه الفايبرز بقى اللي موجودة هنا؟ عندي برضو 3 فايبرز، عندي حاجة اسمها ايه كلايمينج فايبرز، ودي هنتكلم عنها تاني قدام بس نعرفها كاسم دلوقتي. حاجة اسمها ايه كلايمينج فايبرز. الفايبرز التانية اللي موجودة عندي دندرايتس. طيب الدندرايتس دي بتاعت ايه؟ بتاعت الخلايا اللي لسه قايلين اسمها من شوية، البركنجي سيلز بتسند their دندرايتس في المولكيولر لاير. وعندي حاجة تانية كمان اسمها الجولجي سيل، برضو نفس الكلام بيطلع لي الدندرايتس بتاعتها على فوق. يفضل لي نوع واحد من الفايبرز اللي هو الاكسنز، والاكسنز دي بتبقى طالعة من الجرانيولر لاير او الجرانيول لاير اللي موجودة في الجرانيولر لاير، بتطلع الأكزن بتاعتها على الموليكولر لاير. يبقى كده الموليكولر لاير فيها سيلز 3 وفيها فايبرز 3. السيلز عبارة عن الستيليت سمول ستيليت اسوشيشن نيورونز، الباسكت سيلز والنيوروغلايا، والفايبرز عندي كلايمينج فايبرز، عندي الدندرايتس بتاعت الجولجي والبركنجي، والأكزنز بتاعت الجرانيول سيلز. طيب نيجي على اللاير اللي وراها اللي بسميها جانجليونيك لاير او بسميها البركنجي سيل لاير، دي عبارة عن لاير كده موجودة، بتبقى البركنجي سيل arranged في one layer. يعني احنا حتى في الرسمة اللي شفناها قبل كده بتاعت ال H&E section كان عندي طبقة فاتحة وطبقة غامقة، لان دي arranged في one row بس، فتبقى بالنسبة لي مش باينة قوي. طيب ادي دي البركنجي سيل اللي سميناها البركنجي، شكلها عامل زي البايروفورم او زي الكوماترا، فسميناها ايه بيركنجي سيل. طيب البيركنجي سيل بيبقى ليها لارج نيوكلياي، لان وهي نفسها لارج سيل مقارنه عن الستيليت كتير اللي احنا هنتكلم عنهم، بيبقوا قاعدين في سنجل لاير زي ما قلنا ما بين الموليكولر والجرانيولر. هم بيبقوا قاعدين بارلل للسيرفيس، يعني هو ده السيرفيس، هم قاعدين اهو متراصصين كده. وكمان الفايبرز اللي بيبعتوها اللي هي هنا الدندرايت تبقى طالعة وبتطلع في one plane، يعني ده خط واحد، ده كده دندرايت، ده كده دندرايت، بيبقوا طالعين ايه برضه موازين للبلين او perpendicular على البلين، بس يعني
يعني هما ماشيين في نفس البلين يعني كلهم كده هما parallel لبعض. طيب الدندرايتس دي بقى بتطلع فوق ليه؟ علشان تعمل اكيد سينابس. طيب هتعمل الدندرايتس بتاعت البيركنجي سينابس مع مين؟ مع الاكسونز بتاعت الجرانيول سيلز ومع الكلايمنج فايبرز. احنا قلنا الكلايمنج فايبرز اللي هي دي بس لسه ما قلناش الجرانيول سيلز هنتكلم عنهم فين. طيب الاكسون بقى هتروح فين؟ عندها الاكسونز بتاعتها بتبقى طويله بتمشي كل ده وتروح للوايت ماتر عشان تروح للديب سيريبيلر نيوكليون ودي هتمثل لي الافرنت اللي بيطلع من السيريبيلر. طيب نيجي كده خلصنا اول لير الموليكولر، تاني لير البركنجي او الجانجليونيك، ثالث لير هي الجرانيولر لير. الجرانيولر لير عندي نوعين من الخلايا، عندي هنا الجولجي سيل وعندي الجرانيول سيل. الجرانيول سيل سمول سيلز النيوكلياي بتاعتها في الغالب بتبقى كبيره اكبر من السيتوبلازم بتحتل مكان اكبر، عشان كده بنشوف المنظر الغامق اللي في الاتش اند اي سكشن. السيلز دي بتبقى دنسلي باكت جنب بعض، الدندرايتس بتاعتها بتبقى قليله وصغيره فيو شورت دندرايتس. امال الاكسون تبقى عامله ازاي؟ الاكسون بتبقى لونج وبتمشي بريبنديكولار اي ماشيه كده علشان تطلع على الموليكولر لاير. طيب هتطلع الموليكولر لاير تعمل ايه؟ تعمل سينابس، وقلنا هتعمل سينابس مع مين؟ مع الدندرايتس بتاعت البركنجي سيل. طيب نيجي نشوف الجولجي سيل. الجولجي سيل نفس الكلام، موجودة في الجرانيولر لاير بتطلع الدندرايتس بتاعتها في الموليكولر لاير، هي نوعا ما طبعا كبيرة بالنسبة يعني دي جرانيولر ودي جولجي، اكيد الجولجي اكبر بكتير منها. طيب بتطلع الدندرايتس بتاعتها في الموليكولر لاير، بينما الاكسونز بتفضل في الجرانيولر لاير. بتبقى بتتفق مع البركنجي في حاجات كتير وبتختلف معاها في نقطتين. بالنسبه للدندرايت كنا بنتكلم في البركنجي ان هم طالعين ومرتبين وان بلين وبارلل لبعض، انما هنا الدندرايت بتاعتها هتمشي في ديفرنت دايركشن. تاني حاجه الاكسون زي ما احنا شايفين هنا متفرع كتير جدا بمقارنه بالاكسون بتاع البركنجي اللي ماشي يعني almost يعني الديفيجنز بتاعته بتبقى قليلة قوي، انما الجولجي بتبقى كتيرة. طيب كده احنا اتكلمنا عن اللايرز وخلصناهم، هندخل في حتة تانية اللي هي الفايبرز اركتكتشر. الفايبرز عندي مترتبة ازاي؟ هنبدأ اول حاجة بالافرنت فايبرز. عندي ثلاث انواع من الافرنت فايبرز، عندي حاجة اسمها موسي فايبرز، دي اكتر حاجة موجودة عندنا. الموسي فايبرز دي بتبقى فايبرز جاية لي من كذا اوريجن، ممكن تجيلي من الكورتكس، ممكن تجيلي من الفيستيبولار نيوكلياي والتراك، المهم ان هي تبقى فايبرز، مجموعه من الفايبرز متجمعه وجايه. طب عايزه تروح فين؟ عايزه تروح وتنتهي على الجرانيول سيلز. طيب تاني حاجه الكلايمنج فايبرز اللي اتكلمنا عنهم، قلنا ان هما بينتهوا فين؟ في الموليكولر لاير. دول اصلا الفايبرز اللي جايه من الاوليفو سيريبيلر تراكت وبتمشوا ينتهوا على الدندرايتس بتاعه البركنجي سيلز. اخر نوع من الفايبرز في الافرنت هو حاجه اسمها ريكارنت كولاترال، دول كانوا بيبقوا جايين من البركنجي اكسنس ورايحين على الدندرايتس بتاعت الجولجي. لو نشوفها في الرسمه اللي فاتت ادي دي البركنجي وده الاكسنس بتاعها، ودي مطلعه كولاترال علشان يروح على الجولجي سيل. طيب كده احنا اتكلمنا عن الافرنت، تاني نتكلم على الافرنت. الافرنت فايبرز هي حاجه بسيطه جدا، عباره عن الاكسونز بتاعه البركنجي اللي طالعه للديب سيريبيلر نيوكليون. اخر حاجه هنتكلم عنها حاجه اسمها ايه؟ سيريبيلر جلوميرولاي. يعني ايه؟ دي حاجه كاركترايز قوي ان هي موجوده في الجرانيولر لاير، فانا لو شفتها هعرف ان دي جرانيولر لاير. تاني حاجه ان الاريا دي از اريا اوف سينابس، يعني مش جايه من فراغ نيورونز وكده، فاحنا هنعمل هنا ايه؟ سينابس. طب السينابس ده بيحصل ما بين A و A و A زي ما قلنا ان هو بيحصل في الجرانيولر لاير. طب الجرانيولر لاير مين اللي كان موجود فيها؟ كان عندي موسي فايبرز روزيتس. يعني ايه موسي فايبرز روزيتس؟ او ليه قلنا كلمة روزيتس زودناها؟ لما الموسي فايبرز تنتهي على الجرانيولر سيل بنقول عليها موسي فايبرز روزيتس. يبقى الموسي فايبرز روزيتس مع الدندرايتس بتاعت الجرانيول سيلز، لان الاكسون كانت طالعة على الموليكولا، احنا دلوقتي في الجرانيولر. ومين اللي فاضل؟ الجولجي سيل تديني الاكسونز بتاعتها،
يعملوا سينابس مع بعض، وده بسميه cerebellar glomerula. كده خلصنا المحاضرة، أتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا.